تسمح بفتح طاقة التوفير للأطفال حتى بعشرة جنيه وعشرين جنيه وخمسين جنيه، مبالغ كانت زهيدة جدا. وبنعمل سحب كل ست شهور، بنوزع الجائزة الأولى شقة قيمتها 200,000 جنيه، والجائزة الثانية مقدم شقة 100,000 جنيه، والجائزة الثالثة مقدم شقة 50,000 جنيه، بالإضافة لجوائز مالية متعددة جدا. كل ذات اصول بنعمل الايفنت دي، والحقيقه بتبقى مهمه جدا لما بنعملها، بالذات الاداره تسمح لنا ان احنا نعملها في مركز المديريات، عشان نقدر نستعمل فيديو كونفرنس. عندكم ميزه كبيره جدا ان كل المديريات مربوطه فيديو كونفرنس، فبالتالي بعض المديريات بتجيب الطلبه يحضروا معانا الايفنت، فالحقيقه بتشجع مجموعات جديده تخش تتعامل في هذا النوع من الدفاتر. الحقيقه الدفاتر دي ما تكسبناش كتير او ركزناش حاجه خالص تقريبا، بنتحمل فيها اعمال كتيره، بس هي الميزه فيها ان بتعود الشباب بتوعنا على فكره الادخار. طبعا احنا كلنا بنعاني ان مجتمعنا تقريبا معظمه بيميل للناحيه الاستهلاكيه او مش بيميل للناحيه الادخار. الادخار هي لو انما في مصر بشكل جيد هيفرق جدا في الوضع الاقتصادي المصري، وبنحاول نعظم هذه الفكره، ونحاول ان احنا نشجع الطلبه ان هم يخشوا يشترك في هذا الدفتر. احنا لنا حوالي يمكن 500,000 جنيه من المبالغ الزهيده اللي بنجمعها في دفتر في الاطفال والشباب. والحقيقه لو حضرتك تتفق معايا ان مؤخرا حوالي 4-5 سنين ظهرت نغمه في العالم كله اسمها الشمول المالي. البنك التعبير المسكين الحقيقه بعد وزاره التربيه والتعليم بدا الشمول المالي قبل الكلام ده ب 20 سنه. فبنشكركم على الدعم، ونتمنى ان شاء الله استمراره. مرة أخرى وشكرا جزيلا لتشريف سعادتك لهذه المناسبة اللي نضيف كثيرا لها، وبهني آباء الطلبة المتفوقين، وإن شاء الله يعني تكون الدفعة البسيطة اللي بيعملها البنك دي مشجعة لهم على الاستمرار في النجاح، لنجاح مصر بصفة عامة، وإن شاء الله نتجمع باستمرار على المناسبات الجديدة. شكرا جزيلا، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.